لا بانت. أينك يا أبا كبشون؟ تقدم يا غلام. السلام عليكم، لقد سخسخوني ودقدقوني في الرياضة صباح اليوم يا أبا كبشون، فما رأيك؟ ولماذا تجبأت عليه وتسطحت وأنت تعرف بأنك لا تجيد السباحة؟ اقلب وشقلب هذا الموضوع، ألا تعلم أن أستاذ الرياضة أمرني بأن آتيه برصاصتين من المعجون؟ أما لو أصبر جيل تمك، أشوف أخاك بيش، وهذا هو. أفين غادي يا وليدي؟ شتك يلاه دخلتي وبيتي تخرج، قل لنا بعدا أفين غادي؟ إني مصاب يا أستاذ بالزكام في ركبتي، وأخاف أن أنقل العدوى لتلاميذ القسم. تنشجعك على هذا العمل النبيل، وأنت؟ إن أبي يشكو من ألم في رأسه، ويجب علي أن أدك له التنفيحة. بصح، قلت لك الرضا. احفظك. ما كرهتكمش تكونوا قاع بحال هاد التلاميذ وتكونوا مسكين بمغرفة وحدة وتديروا بحالهم وتخرجوا عليا كلكم في حالاتكم، وخصوصا دوك الحارتين الشابين اللي عمرو مراكش بحوان في الزريعة وكاو كاو. لا باقي ترجعوش، يلا الماء والشطة باقي رد الغابة.